بعتنا الناس خلاص هيشتغل فتاني يوم الناس كانت موجوده تمام. فاحنا خلصنا ده من 6 يناير ل 5 ابريل الحمد لله 3 اشهر خلص الموضوع. هنكمل بقيه لان ده مش كل الموضوع، لسه في غرف خلع ملابس، لسه في الملاعب الثانيه، لسه في ان احنا نشيل الكلام ده. كل اللي بقوله ان احنا محتاجين نتابع لان الكلام سهل لكن الصعب ان احنا ننفذ. احنا ده نفذنا لان تابعنا، ولو خلي بالكم انا جيت هنا يوم تاني في شهر فبراير بعد شهر من ما كنا بدانا 15 يوم ما كان في مطر، جينا وتابعنا وجايين النهارده نكمل هنتابع تاني. يعني اوعوا تفتكروا دي اخر زياره، حتى لو انا مش موجود الوزير يجي بعديه يجي يتابع بحيث ان احنا نكمل لان احنا كل الفكره يعني لازم نخلص كل حاجه. مش معنى ان احنا عملنا كده نمشي، لا، المنظر ده احنا مش موافقين عليه، بس المنظر ده محتاج توافر ثلاث جهود، اعضاء مجلس اداره المركز مع رئيس الحي مع مدير مديريه الشباب عشان يقدروا يوصلوا القصه كلها للسيد المحافظ. وانا رحت له يوم الاربعاء واتفقنا على هذا الكلام. فاحنا من ناحيه الاتفاق موجودين، من ناحيه الفلوس موجوده، ناقص ان احنا نجري بس ورا بعض كده لغايه ما نخلص التنفيذ. ده المتنافس الوحيد للشباب في مدينه نصر. فشوف حضرتك لو لما الشباب دي كلها يبقى موجود في مركز شباب بيمارس رياضه، الكلام ده كله هتبعده عن حاجات كتير، هتبعد عن حاجات كتير كتير وحشه، وده بتاثر على على البلطجه اللي موجوده والكلام ده كله يعني. فاحنا بنقول ان دوت حاجه محترمه، ان الشباب ياخد حقه، الشباب يمارس رياضه، الشباب يبعد عن كل الحاجات السلوكات الوحشه اللي احنا بنشوفها الايام ديت. انت شايف تحول المركز من بؤره لاي حد يخشه، اي حد في المنشيه عايز لو عايز يشرب مخدرات يجي هنا، لمكان يعني يخدم حوالي 300 الف شاب في منشيه نصر. وطبعا الكل مبسوط والكل فرحان لان المركز تحول فعلا لمركز شباب ادمي ومتحضر يقدر يستوعب كل الناس اللي كانت موجوده في المركز. وانا كمسؤول عضويه في المركز بقيت ابتديت احس ده اصلا على في الاداره بتاعتي، ان كل الناس اللي موجوده في منشيه نصر بعد ما كانت بتعزف عن العمل عضويه في مركز شباب منشيه نصر بقى الكل دلوقتي بيتهافت على ان هو يبقى عضو في مركز شباب منشيه نصر. انا سعيد جدا باللي اتعمل في مركز شباب منشيه نصر لان المجهود ماليش حل، وما كانش حد يتصور ان المركز هيبقى بالوضع ده والجمال اللي احنا فيه وفرحه الشباب بالمكان والملعب والتطوير اللي عمله الباشمهندس خالد عبد العزيز معالي الوزير. وبرضه ما ننكرش جهد الاستاذ محمد سويلم وكيل الوزاره، الراجل تردد على المركز منذ ان تولى قياده مديريه الشباب والرياضه بالقاهره وكان متابع لينا في كل شيء. انا فرحان ان انا عندي ملعب وفرحان ان انا بلعب ملعب 11 كان نفسنا اللي يكون عندنا ملعب 11 ونلعب فيه وفرحنا لما عملوه. عايز اشكر يعني الوزير والملعب اللي هم عملوه دوت. المشهد مش طبيعي، المشهد مشرف ومفرح وكتر خير الوزير، بس السؤال الدخنه والزباله اللي فوق دي هنعمل فيها ايه؟ والوزير كان واضح قال لك ما مش انا لوحدي. اذا الاهالي ما تصدوش، واذا العيال الصغيره دي ما تصدتش، واذا مجلس الاداره ما تصداش، واذا اولياء الامور ما تصدوش، الملعب اللي تكلف مئات الالوف ده بعد كام شهر هيرجعوا يصرخوا لنا والحقوا انتوا اللي اهملتوا بقى. ما هي مش كل شويه بابا وماما، ما انا عملت لك الملعب وعملت لك حاجه ما بتحصلش في اوروبا، في منشيه ناصر، في مكان صعب جدا، في مكان هم بيقولوا كان هنا مرتع للمخدرات و و و و و، لكن هتفضل تعمل لي الزباله والدخان ده انتوا تشيلوها بنفسكم وانتوا تمنعوها من هنا. ما انا تشوف العيال الصغيرين فرحانين ازاي؟ هيجوا يلعبوا، الراجل بتاع العضويه قال لك الناس بتيجي تتهافت دلوقتي، يا رب يكون كلامه صح عشان تيجي تعمل عضويه. والراجل قال لك انا هاجي تاني وتالت ورابع الوزير، والحقيقه ما بيهداش، ما يعني شغال كده بيلف في كل حته تمام. ده مش منشيه ناصر، دي منشيه برلين، دي منشيه زيورخ، دي منشيه باريس، لكن دي منشيه نصر بوضوح كده عشان ما لفش وادور. اللي تحت دي انا في عاصمه اوروبيه، اللي فوق دي انا في قلب القاهره، في قلب منطقة شعبية مش عايزة تعيش مع التطور، مش عايزة تواكب. أنا كحكومة عملت اللي عليا عشان ما تجيش تلومني. أنا كحكومة يا حبيبي عملت لك الملعب كأجمل ما يكون وأحلى ما يكون،
مدرجات موجودة، تخطيط موجود، نجيل صناعي جميل، وحاجة 100 فل و14. طب الحكومة بقى هتروح تنظف لك ولا هتروح تنيمك ولا لا مؤاخذة هتروح لا، ولا المحافظة، انتوا كأهالي، انتوا كأولياء أمور، انتوا كناس، ده مش هينفع. انا كمان مش هلعب كورة ولا العب اي رياضة وفقية كل الدخان ده، كل ده لازم يتشال. يدلوا اقتطعوا الحتة دي بمعجزة عشان يعمل ده، وده اتعمل في زمن قياسي. فخلاص شكرا يا حكومة، شكرا يا حكومة. بعدين مش معقولة كل الدخنة والزبالة دي والمدرسة والملعب. الحقيقة اللي بيحصل في مصر ده شيء عجيب جدا، يعني انك تقدر تجيب في القاهرة مساحة ارض زي دي وتعمل فيها ملعب زي ده وصور زي ده ومدرجات زي ده وجنبها المدرسة، عايز تبني جيل صالح. لكن واضح ان في ناس بتحارب في البلد دي عشان تضيع هذا الجيل. فاتمنى، اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الناس تجد المناخ الصحي. ادي الحكومة يا سيدي، تقول الحكومة عملت ايه؟ عملت الملعب ونظفته وظبطته. مش هيجي خالد عبد العزيز بقى يروي الملعب ولا ينظفه، ده اذا كان ده نجيل صناعي، ولا يخططه، ولا حتى مدير المركز. المدير هيدير، هيدير انه يدخل ناس محترمة، انه يحافظ على الملاعب، انه يحافظ على المنشآت. انا بحب الحاجات الايجابية عشان ما تبقاش الدنيا كلها سواد. بالمناسبة اللي خدوا ميداليات مع فاطمة في البطولة، زينب عطيفي خدت فضية 45، شعبان الدسوقي خد برونزية 65، وشريف عثمان كان خد حقق رقم قياسي جديد وخد ميدالية ذهب وكسر الرقم القياسي، وزي ما بطلتنا العظيمة فاطمة كمان عملت رقم جميل. كان يا مكان يا سادة يا كرام، مش في سالف العصر والاوان قوي، كان في مدير للنادي الاهلي اسمه محمود علام. محمود علام في يوم من الايام صبحنا لقيناه في خبر، كان ماذا حدث؟ الاهلي كان عنده مباراة افريقية، المباراة كانت في برج العرب. فوجئنا انه جماهير الالتراس دخلت هذا اللقاء وعلقت لافتات مسيئة لبعض من كبار قيادات القوات المسلحة السابقين وقيادات الشرطة، ومن يومها حتى الآن وملعب برج العرب مغلق في وجه كافة المباريات. جريدة الأهرام في هذا التوقيت، أعتقد كان الزميل حسن خلف الله، عملت أكثر من تحقيق وتوصلت إلى أنه العيال دي دخلت عملت تدريباتها داخل النادي الأهلي. يومها اتقال ان اللي ورا القصة عضو مجلس إدارة ومدير فرع النادي في الجزيرة، وحملوا المسؤولية في النهاية لمدير النادي، المدير عام النادي اللي هو محمود علام. عضو مجلس إدارة مشي، ومدير الجزيرة تقريبا في طريقه كمان انه يمشي، بس الاتنين دول فضلوا موجودين. ومدير عام النادي اللي هو محمود علام كتب ما يلي: النادي الاهلي اصدر بيانا اكد فيه ان اللواء محمود علام وضع استقالته تحت تصرف مجلس الادارة، مؤكدا على ان قرار دخول بعض اعضاء رابطة الالترس للصالة المغطاة كان قراره الشخصي من موقع مسؤوليته، وان العدد الذي دخل الصالة لم يتجاوز 10 افراد، هم كانوا اكتر من 50، وانه اتخذ هذا القرار بعدما تلقى عدة اتصالات من اعضاء رابطة الالترس واكدوا له رغبتهم في الترتيب لدخلة للشهداء قبل مباراة الاهلي وتذكر الكيني، وانهم يريدون الاحتفاء بعودتهم للمدرجات بشكل طيب بعد مذبحة استاد المصري بورسعيد، وانهم ايضا يرغبون في مساندة الاهلي في المشوار الافريقي، وازاء هذا الامر والرغبة في التحاور الايجابي مع هؤلاء الشباب والعمل على تحسين العلاقة بين كل عناصر المنظومة الرياضية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وافق على رغبتهم بدخول 10 منهم الى الصالة المغطاة عقب المواعيد الرسمية لتدريبات الفرق الرياضية لإجراء بعض الترتيبات الخاصة بدخلة الشهداء، وان هذه الترتيبات التي تمت في الصالة المغطاة لم تتضمن سوى عملية قص ولزق الاوراق وصور رموز النادي وشهداء، وما يعكس الاحتفال بعودتهم الطيبة للمدرجات،
لم تكن هناك اي بروفات للاساءة للمؤسسة العسكرية، كما ان التجهيز لما جرى في ملعب المباراة تم قبل انطلاق اللقاء ب 24 ساعة بالملعب نفسه بعيدا عن الاهلي وادارته. علام قال انه بوصفه احد رجال القوات المسلحة السابقين لا يسمح لاحد بالاساءة الى المنظومة العسكرية او اي من مؤسسات الدولة. في نفس الوقت يرفض محاولات البعض تحميل مجلس ادارة الاهلي ما جرى من رابطة الالترس، مؤكدا على ان قرار دخول افراد الالترس للصالة المغطاة كان قراره الشخصي وهو يتحمل تبعياته، ويرفض ان يسيء احد لاسم النادي الاهلي، وانه وضع استقالته تحت تصرف مجلس ادارة لاتخاذ ما يرى في هذا الشأن. تمام. بعدها اجتمع مجلس ادارة النادي الاهلي وقرر توجيه الشكر للواء محمود علام وقبول استقالته. واستمر مدير فرع النادي في الجزيرة اللي هو صاحب اقوى الروابط بالالترس، اقوى رابطة بالالترس هي مدير النادي مرجان اللي موجود في الجزيرة، اقوى رابطة، بيدخلوا وبيتغدوا في المطعم وبيقعدوا وبيتبسطوا وكل حاجة في الجزيرة، عشان حضراتكم تبقى عارفين. اما عضو مجلس ادارة مشي خلاص، وساعتها الناس قالت اللي هو علام ملوش علاقة، لكن الكلام اللي قاله خلاص هو حمل نفسه المسؤولية، وبقي مرجان في مكانه معززا مكرما، بل انه تم ترقيته كمان ساعتها، ودارت الايام ومرت الايام على رأي ستنا ام كلثوم، واذا بمحمود علام يعود من جديد مديرا عاما للنادي الاهلي. لا فهمونا بقى، فهمونا بقى، عرفونا مين اللي كان غلطان. احنا قلنا الراجل مش غلطان، قلتوا ده الراجل اللي قال في بيانه، طب رجع ليه؟ طب هو لو مش غلطان حمل نفسه المسؤوليه ليه؟ مش ازاي ورجع ازاي؟ ده امر في غايه الاهميه. واذا لم يكن مخطئا، وانا اجزم انه لم يكن مخطئا، لانه عايز اقول لكم ان العيال دي كانت بتدخل النادي وبتقعد 24 ساعه، ان درجه ان الفرق الرياضيه ما كانتش عارفه تتمرن، لانهم كانوا لسه موجودين في النادي برعايه عضو او عضوي مجلس اداره، خرجوا خلاص من المجلس برعايه منهم وتعليمات منهم وترتيبات منهم وتجهيزات منهم ومدير النادي فرع الجزيره مرجان. بلا شك كده، مفيش كلام يعني، عشان ما حدش يتعب قلبه معايا. وعمري ما قلت لكم خبر وما طلعش صحيح. انا قلت لكم من كام يوم السيد محمود علام سيعود لاداره النادي الاهلي، قلت لكم من كام يوم وتاكدوا وقلت لكم شوفوا الجبروت اللي انا فيه ان هادي خشبه ماشي وعلاء عبد الصادق جاي. ما تتعبوش قلبكم، ما تتعبوش قلبكم. وقلنا ان هيتم الغاء لجنه الكوره واتلغت. قلنا الكلام ده كله. فعايزين نعرف بقى العيال دي لما كانت بتدخل وكانت بتتمرن وكانت بتعمل الافلام دي كلها برعايه كامله كامله، ثم وصلت الى المدرجات، ثم اساءت الى الرموز، وفي النهايه بحثوا عن كبش فداء كان محمود علام. عاد محمود علام لاداره النادي الاهلي الان نطالب بمعرفه الحقيقه. لو هو تمسك بهذا البيان يبقى اللي هو محمود علام ما يرجعش مدير عام للنادي الاهلي. من الاخر، لو تمسك بالاتقال ده يبقى ما يرجعش مدير عام للنادي الاهلي. لكن لو قال لنا الحقيقه، والحقيقه لابد ان تظهر الان، لازم نكون عارفينها عشان نعرف، عشان نقول للناس لا كان في غلط والدنيا دلوقتي اتصححت. اتمنى ان ده يبان. ده طبعا مش هيبان. في الوقت نفسه في شائعات انه مجلس اداره الاهلي هيكلف الاستاذ محمد عبد الوهاب بالجلوس مع رابط الالترس. انتوا هتجننونا بقى ولا ايه؟ عشان نضمن ما يخشوا افريقيا وما يخرجوش عن النص. مش هيبقوا كده، مش هيبقوا كده. هم قال لك احنا عندنا عقيده الشرطه دي ب 50% بتتحكم في اللي جاي ب 95%، بعدين قال لك زعلان من 50%، طب 70%. هم عندهم عقيده ان هم ضد القوات المسلحه، هم عندهم عقيده ان هم ضد اللي بيحكموا البلد. قصه محسومه، ما تتعبوش قلبكم. ما لا محمد عبد الوهاب ولا الدكتور محمد عبد الوهاب اللي كان بيلحق لام كلثوم زمان، ما الاثنين ما ينفعوش، ولا اي محمد عبد الوهاب، اكبر من امكانياته بكتير جدا. ما تتعبوش نفسكم وما توجعوش قلبكم. اكبر من امكانيات اي محمد عبد الوهاب، لا الموسيقار ولا اللي هو الدكتور ولا عضو مجلس الاداره. دي عايزه نبي،
عايزه حد كده يزعق فيها بقى، او عايزه الابسط القانون، طبق قانون يا حبيبي مفيش مشكله، ما طبقتش قانون عيش في مشاكل، بدل عيش ايامك ضحك ولعب وجد وحب عيش ايامك شماريخ وصواريخ وبهدله وقله ادب وخروج عن النص وضرب وموت وقتل وكل حاجه. بقى طبيعي ان انت تشوف في الجامعه عيالين ماتوا، بقى طبيعي تشوف قدام المدينه الجامعيه حريقه، بقى طبيعي تشوف العيال وهم بيكسروا في السور، بقى طبيعي النهارده تضبط 12 عبوه ناصفه في جامعه عين شمس، وامبارح 7 عبوات ناصفه في جامعه عين شمس. هو نفس السلوك، ما تتعبوش قلبكم. يا محمد عبد الوهاب ابعد عن الشر وغني له، ابعد عن الالتراس وغني له. اهو في اكثر من كده وضوح. بس انا عايز اعرف البيان اللي عمله الاستاذ محمود علام ده، هل هو كان كلامه ولا كان مضغوط عليه عشان يقول احنا بقى ما بننساش؟ انا جبت لكم البيان، فاحنا ما بننساش. انا يوميها لو تفتكروا حتى الناس قالوا انت علاقتك كويسه قوي بمجلس اداره، ازاي تحمل مجلس اداره وتحمل اعضاء مجلس اداره المسؤوليه؟ قلت لهم لان دي الحقيقه. اتنين عضوين معروفين داخل مجلس الاداره ومدير فرع النادي ساعتها في الجزيره هم اللي بيتحملوا المسؤوليه تماما، ومن اسبوعين ثلاثه كان الراجل عازمهم على الغداء في المطعم، بياكلوا بيشربوا وبيستمتعوا كل حاجه في عز الولع اللي موجوده. فلو لا محمود علام ما شرح لناش البيان اللي كان اصدره ده، يبقى انا اسف ما يرجعش النادي. اذا تمسك بالكلام ده يبقى ما يرجعش النادي. اذا شرح لنا الحقيقه، وانا بقول لكم اجزم انه مظلوم، يبقى لازم نعرف الحقيقه شكلها ايه. من الاخبار اللي موجوده عندنا كمان طيب، في صراع في اتحاد الكوره. مهندس محمود الشامي والمهندس احمد مجاد دول قوتين انتخابتين قوي جدا في مجلس الاداره، والاتنين دول كانوا في جبهه واحده، جابت المهندس هنا بريدة اللي ما دخلش الانتخابات، وبعدين في النهايه جه الاستاذ جمال علام والدنيا اشتغلت، بيحصل شد وجذب. لكن الفتره الاخيره بقى او الثلاث اربع ايام الاخيره في ولع. محمود الشامي عنده احساس انه احتمال يكون في حكم محكمه، غير انه في اجتماع لاعضاء الجمعيه العموميه عشان بحث اللوائح، فعامل تجمع للانديه يوم السبت اللي جاي في المحله. وبالمناسبه انا مدعو، راجل كلمني مشكورا ودعاني ان انا اكون موجود في هذا التجمع يعني، وقلت له ان شاء الله ربنا سهل لو ظروفي سمحت هكون موجود وداعي ناس. وعمل تجمع في طنطا وعمل تجمع في المنصوره، في ناس بتروح وناس ما بتروحش. هو استعراض للقوة. شامي بيقول لك ان انا عايز افهم الانديه حقوقها، ما لها ما عليها، ملوش علاقه بالانتخابات، لكن احنا عندنا لوائح فندردش معاهم، ما نبقاش بعاد كده عن الانديه. مجاهد قال لك وشمعنا اليومين دول؟ طب ما احنا من زمان، واحنا يعني طب ما احنا مقربين واحنا متواصلين باستمرار. وصل لشد وجذب على صفحات الصحف. محمود الشامي قال تصريح ما عجبش احمد مجاهد، واحمد مجاهد قال تصريح ما عجبش محمود الشامي، وبدات القصه الصراع ما بين الاثنين الاقوياء داخل المجلس، الاقوياء انتخابيا داخل المجلس. وكانه المجلس في يعني مش عايز اقول حاله تصدع، لكن خلاف شديد جدا. والمجلس مقسوم لانه احمد مجاهد هو رجل محسوب على هنا بريده بقوه، وهنا بريده على فكره عضو اتحاد بحكم منصب الدولي، والبعض داخل الاتحاد بيعتبر هنا بريده هو رئيس الاتحاد لان هو اللي عمل القائمه بالكامل، جاب سيف زاهر وجاب اهاب لهيطه وجاب عصام عبد الفتاح وجاب مجدي المتناوي وجاب المجموعه دي كلها، وفي النهايه ختمها بالسيد جمال علام. فبيعتبروا ان هنا بريده ده الاب الروحي. في مجموعه قال لك هنا بريده على راسنا من فوق، لكن احنا بندير الاتحاد. جمال علام، حسن فريد، مين كمان؟ برضه مجدي المتناوي، يعني في ناس مش عايزه تعمل مشكله. عصام عبد الفتاح يعني بيقول لك، عصام عبد الفتاح بيقول لك انا بشتغل للاتحاد، وان كان هو كمان بيقول لك انا هسيب لجنه الحكام، عايز اركز في الانتخابات. طب كنت مسكتها في ايه مع انه عامل شغل كويس قوي؟ طب كنت مسكتها ليه لما انت عايز تسيبها؟ وبعدين بعد ما تركز في الانتخابات وتنجح تاني ترجع تمسكها تاني؟ كلام مش مفهوم وكلام مش مقبول ومش معقول. وفي التوقيت الحرج ده
الخلافات يا جماعه لازم تكون جوه ترابيزه مجلس الاداره، ما ينفعش يبقى عبر الصحف والمجلات والقنوات. انا حاولت اجيب الاثنين عشان اعمل صلح، او على الاقل الاثنين يتكلموا يفهمونا. الاول تليفوناتهم ردت وبعد كده قفلت خالص، ودي مهمه شاقه وصعبه جدا للاعلام. لكن اللي برجوه منهم هما الاثنين بلاش تصريح، بلاش تصريحات، يعني ادوا لنفسكم هدنه عشان الدنيا تهدى شويه، لانه كمان مصر مش ناقصه في الرياضه ولا في الكوره. يعني ميزوا وحكموا انه الجو مش ناقص احتقان. احمد مجاهد انت اقوى واحد انتخابي في مصر، محمود الشام انت اقوى واحد انتخابي في مصر، لكن الان لو سمحتوا بلا خلافات بلا صراعات بلا مشاكل بلا ازمات، احنا بنحاول نلصم الدنيا عشان تمشي بشكل جيد. فارجو من الله سبحانه وتعالى انه شويه كده بالهدوء عشان ننهي الازمات اللي موجوده، ويبقى همكم كله في حاجتين. الاول ان الموسم ينتهي، الاول ان الموسم ينتهي، الثاني ان انتوا تعيدوا للمنتخبات قوتها وهيبتها من جديد. اذا عملتوا ده ونجحتوا ان الموسم يكمل، لان السنه اللي فاتت الموسم قبل اسبوعين بوظوه، كان فاضل اسبوعين، اسبوعين على دوره الترقي وبوظوه بفعل فاعل. وتاكدوا ان احنا داخلين على انتخابات رئاسه مش محتاجه خلافات ولا محتاجه مشاكل، ولا كفايه الجنان اللي احنا بنشوفه، كفايه الجنان اللي احنا بقينا بقى مقرر علينا كل يوم دلوقتي، فكفايه. فارجوكوا للاثنين، المهندس احمد مجاهد المهندس محمود الشامي، ولابد ان يكون في كبير داخل الاتحاد، ومن لم يكن هناك كبيرا داخل الاتحاد يكون هنا بريده خارج الاتحاد بوضوح. اذا ما كانش القيادات داخل الاتحاد قادره على احتواء هذا الخلاف سريعا، فيبقى هنا بريده عليه دور في احتواء هذا الخلاف، حتى لو كان مع طرف على حساب طرف. لكن الان في البلد مش مستحمله دوشه ولا خناقه ولا زعيق يا باشمهندس هاني، وبحملك انت المسؤوليه. كفايه البلاوي اللي بتحصل في المناطق. انا عندي بلاوي في المناطق، بلاوي قد كده. انا عندي رحله لليابان لمنتخب منطقه القاهره، لو هقول لكم تم اختيار اللعيبه ازاي، فضيحه، فضيحه الفضايح. ومن حسن حظي ان انا كنت معاشر الموضوع وشفت اللعيبه اختيروا ازاي، لان ابني كان من ضمنهم. فاقول لكم الفضيحه اتعملت ازاي، واختيار المدربين كان ازاي، واختيار اللاعبين كان ازاي، وخلصوا التاشيرات امتى، وخلصوا كل حاجه امتى، بمجاملات صارخه. لما كانوا بيقولوا لي في مجاملات زمان كنت بقول لا، لكن لما عرفت تفاصيل القصه كلها، وان كان عندي حرج لانه ابني كان من ضمنهم، لكنه فضيحه، فضيحه بكل المقاييس. لما يخش اداري عشان يختار ده وما يختارش ده، ويجيب المدرب ده ما يجيبش المدرب ده، ويجيب اللعيب ده وما يجيبش اللعيب ده، ويفرض نفسه في السفرية دي وده لا، ويجيب مدرب مش عارف شكله عامل ازاي، ومشي مدرب شكله عامل ازاي، ويجيب لعيب شكله عامل ازاي، ومين بيكلم مين في التليفون، فضيحة بكل المقاييس. والمدير الفني بتاعهم ولا حس ولا خبر، كل امله في الحال انه يسافر بس، كل امله انه يسافر اليابان فقط لا غير، مع انه اسم كبير في عالم كرة القدم. ده كمان حاجة منظورة، وحظي كويس ان انا عرفت الدنيا ماشيه ازاي، وهقولها بالتفصيل بس لما يروحوا ويرجعوا، عشان ما يتقالش ان انا بقولها لسبب شخصي، وعمري في حياتي لا سمح الله ما كان عندي سبب شخصي في مثل هذه الامور على الاطلاق. طيب، الحقيقه من امبارح وانا عايز اكلم السيد المستشار محمد عزت عجوه محافظ كفر الشيخ. مساء الخير يا فندم. اولا مساء الخير، تحياتي لشخصك الكريم والجميع، الله يخليك. اهلا بك يا سيادة المحافظ، واتمنى ان شاء الله انه هذه الايام يكون في كفر الشيخ زي ما بنسمع في حاله من الحراك، وحاله من يعني النظافه، وحاله من اعاده ترتيب البيت داخل محافظه كفر الشيخ يا فندم. انا بدعو حضرتك لزياره كفر الشيخ لتقف شخصيا على ما انت تقول. الحقيقه ناس كثيره قالوا لنا ده يا فندم، بس انا بقى بتاع رياضه والانديه وانا وراك فيما تقول. طيب يا فندم، الانديه محملاني يعني امانه، لانه اول مره نادي كفر الشيخ منذ سنوات طويله يكافح ويجاهد للوصول الى دوره الترقي ثم الوصول للدوري الممتاز. فالخزنه فلست يا فندم، فهم عشمانين في دعم حضرتك. بس انا مش عاوز احط فلس على فلس، انا عاوز احط يعني مسائل تنفع. ايوه يا فندم، يعني ما هو كله هيدفع، بس هو طبعا ايه، لما رب البيت بيبدا
فالناس كلها بتسارع من بعديها. ما طلبوش حاجه، انا قلت لا، انا لا. بتمنى ان انا اقف معاهم دائما اللي هم عايزينه وادعمهم في حدود المتاح عندي وانا لا اتاخر اطلاقا. طيب هم يا فندم باختصار لهم طلبين عند حضرتك. اولا لان هم التاني في المجموعه، هم بياخدوا الثلاثه الاوائل يلعبوا دور الترقي، فدفع من سعادتك اليومين دول هتفرق. نمره اتنين، النادي ضاق باعضائه والنادي بقى جنة الحقيقه، فمتعشمين كان في 10 فدادين كده امتداد للنادي، وكانت المساحه يعني تسمح، هتبقى يعني نوع من انواع الشراء، فعندهم امل ان شاء الله في موافقه حضرتك. بالطبع انا لو في فرصه لهذا انا لن اتاخر اطلاقا، انما حضرتك تعرف كابتن الشيخ ليس فيها اراضي ولا فيها امتداد عمراني. وكل امتدادها واتساعها تعدي على ارض زراعيه. ويا ريت انا عندي ارض انا هديها لهم فورا. طيب هو في 10 فدادين كده مستخبين جنب النادي، مش تبعنا، تبع الزراعه. الزراعه مش تبعنا، ما عنديش اراضي اطلاقا. ما هو اذا ما حضرتك ما اتدخلتش مع الزراعه، مين اللي هيتدخل يا فندم؟ اتدخل عليا الاثنين، بس حضرتك عارف ان لما اكتب وزير الزراعه اقول له عايز اوسع النادي يقول لك ليس من الاغراض. انما عليا ان اسعى. تمام، احنا مش عايزين غير سعي حضرتك، واحنا كمان هنضغط على السيد وزير الزراعه. لا عليا الاثنين، حاضر. طيب وباقي انديه كفر الشيخ كمان تطمع ان حضرتك يعني نوع برضه من انواع الدعم، لان انت عارف حضرتك الرياضه بتفرق كتير جدا يا سياده المستشار. انا ما اتاخرش عنهم. وبعدين بعد حديثك كمان انا لازم ازال اهتماما اكتر يعني. ربنا يخليك يا معالي المستشار المحافظ، بشكرك وان شاء الله هنكون في زياره قريبا عندك عشان يعني نرى كل التطور الواضح في محافظه كفر الشيخ يا فندم. اشكرك شكرا جزيلا السيد المستشار محمد عزت عجوه محافظ كفر الشيخ، الراجل مرن جدا ومتجاوب جدا، كده نقدر نقول ان في دعم هيروح لكل انديه كفر الشيخ لن يتاخر، بس لازم نراعي انه البلد في ازمه، بلد عندها ازمه، في مشكله في الفلوس يعني صعبه جدا. نمره اتنين انه الراجل بيحاول، وبالتالي هنجاهد مع وزير الزراعه وايضا هم النادي يجاهد، ونحاول باذن الله عز وجل ان احنا ننهي هذه المشكله. عندي نجم كبير كابتن اسماعيل يوسف، وعندي حوار جميل معاه ان شاء الله عز وجل، هنتكلم على الاحداث الراهنه، وهنتكلم ايضا على المستقبل، هنتكلم عن امور كثيره جدا في الرياضه وكره القدم مع النجم الاسمر الجميل كابتن اسماعيل يوسف. البطولة بتتنظم في أكتر من بلد، بتنظم في أستراليا، في المكسيك، في بلاد كتير، والفكرة كلها هي 6 إيفنتس أندر 12 أو تحت 12، تحت 14، تحت 16، ولاد وبنات، وإن شاء الله الستة اللي هيكسبوا الكسبان من كل إيفنت، النادي بلاتينيوم هيتحمل تكاليفه إن هو يسفره فلوريدا ياخد كامب أسبوع، مرنه أسبوع على بأحدث الطرق الرياضية والتكنولوجية في الرياضة. الفكرة كلها في نيك بوليتاري إن دي أكبر تنس أكاديمي في العالم، دي تنس أكاديمي مخرجة ماريا شاربوفا، مخرجة سيرينا ويليامز، مخرجة أجاسي، فعايزين احنا نوفر للنشأ المصري فرص تدريبية مختلفة، نحاول يبقى لينا دور في تطوير الرياضة المصرية إن شاء الله مع نادي بلاتينيوم. فرصة عظيمة لكل اللاعبين اللي موجودين في مصر بالذات الناشئين، حضرتك تلاحظ ان عاملينها للصغيرين الناشئين، دي بتديهم ثقة في النفس وبتديهم فرصة كبيرة جدا ان هم يبقوا متواجدين في بطولة دولية زي دي، والكسبان فيها بإذن الله اللي ربنا يوفقه فيها بيطلع أمريكا، بيبقى أسبوع بيحصل على سكولرشيب في الاي ام جي، بتبقى بالنسبه له فرصه عظيمه جدا ان هو يبقى اكسبوز للعالم الخارجي يعني وللرياضه دي نفسها. البطوله دي يعني التنس المصري عامه بقى مش لعبه قد ما هو بقى صناعه، الاولاد اللي هتكسب هتسافر امريكا في اكاديميه التنس الاولى في العالم اللي هي نيك بوليتاري اندر اي ام جي، اي ام جي دي اكبر شركه رعايه لاعبين في العالم ل 30 لعبه، احنا ابطال قويه جدا تحت 12، تحت 14، تحت 16، تحت 18. في قطاع الناشئين احنا نعتبر من اقوى الدول على مستوى العالم، وما زلنا الولد اللي هيلعب هناك، وانا عندي اعتقاد او يمكن شبه يقين ان حد من عندنا هنا هيطلع يلعب البطوله اللي بره هيكسبها، فهيكسبها هياخد 70,000 دولار سبونسرشيب سنه يدرس ويلعب تنس. هي مفيده انها بتدي خبرات لكل لاعب، خبره في اللعب، لو لاعب مبتدئ برضه بياخد خبرات، الاوائل بيستفادوا ان هم الاول بيسافر بياخد خبره برضه من بره وبيتدرب. اخر 3 بطولات، اول 3 بطولات في السنه دي
كان اول واحده نادي الاهلي، وصلت فاينل الحمد لله، والسلمانيه واسوان ليك اللي فاتوا خدتهم الحمد لله. وانا شايف على سني الحمد لله 14 سنه مصر. انا مش شايف البطوله دي مؤهله ليكوا في ديسكفري؟ طبعا مفيده، يعني تغير اللعب، يعني مش نفس اللعب ومش نفس يعني النظام اكتر بكتير. يعني ان شاء الله يعني اللي هياخدها هيسافر بره، وبره يعني هيقابل ناس كويسه في التنس. طبعا اخدت بطوله السويد والاهلي وبطوله السلمانيه الحمد لله، يعني اخدت بطولات كتير. من هنا تبدا العالميه، فمن خلال بطوله ديسكفري المفتوحه للتنس التي قد نرى من خلالها بطل مصري عالمي امثال اندريا جاسي وماريا شاربوفا من نادي بلاترام بالتجمع الخامس سماء امام، في برنامج الملعب.